وجوبا قال ما عرفتوش، انا كنعرف باه وخوه، وخوه صغير هو رمه. وحنا في الناس هاد الديكور اخويا ملي سمعنا هاد الديكور هذا راه والدي يبقاو فينا راه رجلتين. حنا كنقلبوا الشيء كيفاش الدري تتقلب، كيفاش تمات، كيفاش كيفاش وقع ليه هاد الديكور، ما فهمناش حنا الدري كيفاش وقع ليه هادشي، واش غادي نعرفوا هاد الدري باش وقع باش مات هادشي، ما فهمناش. حتى كتشوف الدنيا تعاون، ما كاينش شي واحد اللي غادي يدور ولا شي، راه العساس اللي كيكونوا هنا يا ربي خير وعلى خير. بنادم البراني ملي كتكون هذيك القضيه ديال الفوضى مع ديك السته والسبعه والثمانيه، بنادم راه ما كتعرفش شكون البراني شكون اللي ولد البلاد. ود بنادم الدقه جات ومسكين ما عرفناش شكون هو دابا، راه المخزن قاعد في القضيه، انت هو خدها بهذا القانسير براني ماشي ولد البلاد. والله ما همنا، ما تسقطش فينا كاع باش غادي نعرفوا هذا الدري، كون عرفنا اللي قتلو. انا راه ملي سمعت القتيل انا دورت التيران كامل، دورت وقت كامل بالدريه كيف دوروا قلبوا لي على شنو كيفاش ربنا يكون نقز عدي، قلبنا التيران كامل باش غادي نلقاو شي اثار. ما لقيتش شي اثار، ما لقيتش شي حاجه من اللي وحى عندي هنايا. المخزن تا هو رجع قلب دار الاجراءات ديالو، ما لقى والو، باقا ما عرفناش الدري كيف ماشي بالقلاه هنا في الزنقه محطوط، وما عرفناش كيفاش ما انا ما شفتوش كيفاش معدا كيفاش مات والو، باقا ما عرفتش كيفاش مات الدري. انا ملي خرج قالوا لي مات، انا تصدمت ما عرفتوش. وحتى بوجهو تعاد قالوا لي حققت بالله راه هو ولد فلان بالحاج، ما عرفتش انا شكون هو الدري، قالوا لي راه ولد الحاج. تفضل اخويا كيفاش وقع، شنو سمعت، شنو سمعت على هذا الجريمة؟ ورات كما سمعتي في هذه الجريمة راه خويا ما كملوا بها والو هذه الجريمة. لا اكيد مثلا كنت في المساعدة في الحكومة ماشي مشكل، شي واحد يكون في شي حاجة